بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود، بسعادة عظمى بغير حدود. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين حكومة وشعبا، العام الإسلامي عربا وعجما، عوائل وقبائل، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. إلى كل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إلى كل من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إلى كل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إلى كل إمام صلى بالناس إماما، إلى كل من قال آمين بعد الإمام، إلى كل من قرأ القرآن، إلى كل من تصدق وعمل برا وإحسان، إلى كل من تصدق صدقة الفطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا العيد المبارك. معنا اليوم في هذا المجلس المبارك، مجلس العيد، مسابقة طيبة وظريفة، وإن شاء الله أنها تنال إحسانكم وإعجابكم. المقصد منها هو أنكم تشاركون وتفرحون معنا وندخل عليكم البهجة والسرور. معي أخي حمزة مزياجي، ومعي أيضا أخي محمد غروي، ومعي أخي عبد المحسن صعيدي، ومعي أخي نايف آل مسعود، ومعي أيضا أخي عبد الرحمن الزهراني. أول بداية نحتفل بها نسمع من حمزة. تفضل يا حمزة، إيش بتسمعنا يا حمزة؟ جزاك الله خير، هذه الليلة المباركة. ومن العيدين ومن الفايزين، ومن العيدين ومن الفايزين، انعد بالخير يا رب سنين وسنين، انعد بالخير يا رب سنين وسنين. كل عام وانتو بخير وهنا وحب وسلام، عيدنا يكمل سعادة ربي بقبول الصيام. كل عام وانتو بخير وهنا وحب وسلام، عيدنا يكمل سعادة ربي بقبول الصيام. عيدنا فرحة ومحبة، عيدنا في زاد غير، عيدنا فرحة ومحبة، عيدنا في زاد غير. في مثل هاليوم جيتي كل سنة وانتي بخير، كل سنة وانتي بخير، كل عام وانتو بخير وهنا وحب وسلام. عيدنا يكمل سعادة ربي بقبول الصيام، عيدنا فرحة ومحبة، عيدنا في زاد غير. يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية عامة وكافة بخير. الله يجمعنا الخير وعلى الكتاب والسنة يا رب العالمين. نبذة بسيطة عن هذه المسابقة الطيبة نسمعها من محمد غروي. تفضل محمد. طبعا المسابقة قبل أن تكون مسابقة رسمية وكذا، هي مسابقة تفاعلية، والجميع إن شاء الله بيكسب بمناسبة العيد مع زاد إن شاء الله. زي ما قال المنشد، العيد في زاد عيدين بإذن الله، والمسابقة إن شاء الله حتكون سهلة، الجميع يشارك، ما في أحد إن شاء الله حيخسر. المسابقة تفاعلية وخفيفة وما في أحد حيخسر بإذن الله. أكيد إن شاء الله الكل حيربح، الكل إن شاء الله عز وجل سينال جائزة ودعوة أيضا في ظهر الغيب. عبد المحسن الصعيدي، كيف أول سؤال معك؟ جاهز؟ طبعا جميع الأسئلة هتكون سهلة زي ما ذكر الشيخ إبراهيم وأخي محمد غروي، جميع الأسئلة هتكون سهلة وبإذن الله تكون مهيئة أنه الجميع يكسب معانا. والهدف منها الأول أنه طبعا نهنيكم بالعيد ولإسعادكم. طبعا ناخذ السؤال الأول، ما عدد سور آيات القرآن الكريم؟ طبعا شاركونا بإجاباتكم الله تحت. الله أكبر، هذا أول سؤال، كم عدد سور القرآن الكريم؟ ما شاء الله. طبعا القرآن العظيم قرأناه الحمد لله في رمضان، وسمعناه كاملا من الحرمين الشريفين اللهم لك الحمد، سمعناه أيضا من أئمتنا جزاهم الله خير،
وقرأناه كذلك نحن اللهم لك الحمد للمسلمين، وختمناه اللهم لك الحمد في رمضان وتدبرناه، نسأل الله عز وجل أجره وثوابه وأن ينفع به. طيب أحبتي، ننتظر أول سؤال يجاوب عليه هذا المتصل. من معنا؟ انظر للسؤال جيدا وجاوب عليه جيدا، وأرقام تراها أمامك في الشبكة أسفل. طبعا الأرقام ظاهرة على نعم. نشوف أول متصل. طيب، القرآن لا يخفى عليكم كلام الله سبحانه وتعالى جل في علاه، ما شاء الله. ألو، معنا الآن أول متصل ما شاء الله من السودان. من السودان، يا الله، الله أكبر، بلاد النيلين السودان. أول متصل معنا شرف الدين، مرحبا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف الدين، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ شرف الدين من السودان، صالح الأعمال. اللهم آمين، اللهم آمين، ما شاء الله. من فين؟ من فين؟ من السودان. من السودان، نعم. والنعم بالسودان كلها. من فين؟ من السودان بالضبط. من الرياض، جنوب مدني. ما شاء الله، ما شاء. كيف أول يوم العيد بالله؟ أعطينا أخباركم. والله تمام، الحمد لله رب العالمين، في خير ونعمة، نحمد الله عز وجل. ما شاء الله، كيف أواصر الأخوة والمحبة بينكم في السودان؟ ما شاء الله معروفين، ما شاء الله. انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. يبدو أنه ما عنده شبكة فانقطع اتصاله، لكن إن شاء الله غيره يجي أو يعود الاتصال من الأخ شرف الدين، جزاه الله خير، يعود الاتصال إن شاء الله. ما شاء الله، أول سؤال كان جميل، عدد سور القرآن ويذكرنا برمضان والأيام الحلوة والجميلة التي قضيناها في رمضان، في النهار الحمد لله مع القرآن، وفي الليل نسمع القرآن من أئمتنا جزاهم الله خير. الحمد لله، القرآن بركة، القرآن نور، القرآن حياة للروح. معنا أيضا بسام من السعودية، مرحبا، أهلا يا بسام، حياك الله يا بسام. نعم، مرحبا، من فين يا بسام؟ يا حياكم الله، من السعودية، من أبو عريش. من أبو عريش، نعم. من جازان، ما شاء الله. اي نعم، ما شاء الله. بيسألوك الشباب أسئلة. نعم، تفضلوا. تفضلوا يا شباب. طبعا نعيد نكرر السؤال، ما عدد سور ما عدد آيات، ما عدد سور القرآن الكريم؟ ما عدد سور القرآن الكريم؟ 114. عيد السؤال، عيد الجواب عشان الإخوة يعني المشاهدين كلهم يستفيدوا من هذا الجواب. عدد سور القرآن الكريم 114 سورة. عندك كلام ثاني؟ لا، أقول بارك الله فيكم وكل عام أنتم طيبين وجزاكم الله خير. طيب، وأنت طيب. بخير يا رب، وأهل جزان كلهم بخير، والحدود الجنوبية أسأل الله أن يعزهم يا رب العالمين ويحفظكم بحفظه. آمين يا رب، آمين يا رب، ينصر الإسلام وأهله وينصر. اللهم آمين، الله ينصر جنودنا البواسل، نعيد لهم ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، أسأل الله يردكم سالمين غانمين. الله ينصر أهله، ربي يفتح عليكم ويبارك فيكم وربي يعينهم إن شاء الله. الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. طيب، جوابك صحيح، ما قصرت يا بسام، مبروك. الله يبارك فيك. خليك معنا الخط، خليك معنا يا بسام. هاي يا بسام. الآن معنا عبد الغفور من مصر. عبد الغفور أيضا من مصر، مرحبا، حياك الله عبد الغفور. نعيد الاتصال، يبدو أنه عيد ما شاء الله، والشبكة مزحومة في العالم كله ما شاء الله، اتصالات ومعايدات. العيد بهجة، العيد فرحة، العيد تواصل، هذا هو الصحيح، أنه الأخ يتصل على أخيه، على أصحابه، على أقاربه، أواصر محبة وأخوة وتبادل تهاني، هذا هو العيد. طيب، الله أكبر، معنا من الجزائر منير من الجزائر. الله
أيضا ضغط ما شاء الله على الاتصالات، أيضا فصل وانقطع هذا الاتصال سبحان الله، فنعود الاتصالات. طبعا السؤال نفسه، كم عدد سور القرآن؟ كم عدد سور القرآن؟ من يوافق بسام من جيزان؟ طبعا علي من السودان، اهلا وسهلا، حياك الله يا علي، الله يحييك. علي احمد انا من الجموعي. من فين يا علي؟ علي احمد ادم الجموعي من السودان. يا اهلا وسهلا، يرحبون فيك الشباب. اهلا وسهلا باهل السودان، كيفك وكيف السودان؟ الله يديك العافيه، الله يكرمك. كيف عيدكم يا علي؟ تمام الحمد لله، انت ان شاء الله بخير يا اهل السعوديه، يا اهل الخير واهل التوحيد. حبيبي هذه من اصولكم الطيبه والله يا علي. في السؤال الثاني عبد المحسن، يعطيك الان عبد المحسن سؤال ثاني، يعطيك عبد المحسن سؤال ثاني وجاوب عليه. جدا جدا تفضل عبد المحسن. طبعا مع السؤال الثاني اللي يعني مش اصعب من السؤال اللي قبله، ما الصورتين التي سميت بالزهروان؟ الله أكبر، ما زلنا في القرآن. البقرة وآل عمران. هذه ستكون كالغمامة يوم القيامة على ظل على رأس المسلم إذا حفظها وتدبرها وتأملها. سبحان الله، سورتان عظيمتان. جواب متأكد من جوابك يا شرف؟ البقرة، سورة البقرة وآل عمران. صحيح صحيح صحيح، البقرة وآل عمران، ما شاء الله عليه. تحفظ شيء من البقرة أو آل عمران؟ أطفي صوت التلفزيون اللي عندك يا علي. طيب أقرأ لنا شيء يسير من البقرة. أقرأ عليك إن شاء الله أعظم آية، آية الكرسي. الله أكبر، جزاك الله خير. لك آية الكرسي أعظم آية في القرآن. جزاك الله خير، سمعنا إياها، شكر الله لك. أطفي صوت التلفزيون يا علي عشان تسمعنا واضح. الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. يبدو أنه انقطع الاتصال كذلك، زحام الشبكة ما شاء الله، والأمة الإسلامية ما شاء الله عليهم ضغط اتصالات ومعايدات، جزاهم الله خير، الله أكبر. طيب عندنا سؤال ثالث، عندنا سؤال ثالث ممكن معنا محمد، ممكن تسأل السؤال الثالث عبد المحسن. سؤال ثالث. طبعا السؤال الثالث يقول أن رجلا صلى الظهر من جهة الشمال، ثم صلى العصر من جهة الشرق، ثم المغرب من جهة الجنوب، وقبل جميع صلواته، فكيف ذلك؟ ما شاء الله، يعني كلها في اتجاه القبلة صحيحة؟ كلها في اتجاه القبلة صحيحة، قبلة الصلاة. يعني صلى مرة من جهة الغرب، ومرة من الشمال، ومرة من الشمال، وفي نفس اليوم. نفس اليوم. كيف هذا يا أبو محمد من السعودية؟ أجب على هذا. حياك الله يا أبو محمد. أبو محمد. اسمعنا من الهاتف يا أبو محمد، انقطع الاتصال. لو تسمعونا من الهاتف يا إخوان، بدل أنه تشغل التلفاز، هذا يقطع الاتصال. لكن اسمع متأخر. نعم. فأطفئ صوت التلفزيون واسمعوا من الهاتف زي ما ذكر. طيب. نأخذ اتصال جديد. ما زلنا الحمد لله لدينا الكثير، اللهم لك الحمد. حمزة بيسمعنا شيء ثاني، يقول حمزة يبغى يسمع شيء كثير. تفضل يا حمزة. بشرى لنا إن المنازل العنا وفالهنا، بشرى لنا إن المنازل العنا وفالهنا، والله أنجاز وعده والبشر وضحى معلنا. شرف الدين من السودان رجع إلينا، حياك الله يا شرف الدين، مرحبا. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. الله يحييك. الله يسلمك.
حتسمعنا ايش كنت حتقرا شيء من القران؟ نعم اقرا. نعم قال تفضل اقرا شيء من البقره. اعوذ بالله من الشيطان. لا اله الا الله. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جزاك الله خير، جزاك الله خير أشرف الدين، وتربح الهدية مباشرة، تربح الهدية مباشرة، جزاك الله خير. والآن معنا انتظر معنا بس عبد الله من سوريا. عبد الله من سوريا، الله يحييك عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك يا شيخ. أحياك، من فين؟ من الجزائر أو من سوريا؟ أنا من سوريا لكن مقيم في المملكة. مرحبا بك، الله يحييك، الله يحييك. كيف العيد اليوم بالله معك؟ والله الحمد لله، بس العيد بالغربة مو زي العيد في الوطن أكيد. فيها الخير والبركة، إن شاء الله الخير والبركة للمسلمين أجمعين يا رب. إن شاء الله، الله يجزاك خير. نسمع السؤال الآن، نعيد لك السؤال من عبد المحسن ويلا تجاوب عليه. طبعا السؤال يقول: رجل صلى صلاة الظهر من الشمال، وصلى العصر من الجنوب، وصلى المغرب من الشرق، وقبلت جميع صلواته، فكيف ذلك؟ ممكن غريب. أن صلى في مكة في نفس الوقت، يعني صلى الظهر من الغرب، ثم صلى العصر من الشرق، وصلى المغرب مثلا من الشمال. انت قلت من فين؟ ممكن ان صلى في الحرم. في الحرم، يا سلام، جزاك الله خير، جواب صحيح. من العايدين، كل عام وانتم بخير، ما شاء الله عليك. الله يتقبل المسلمين اجمعين يا رب. الان معنا عمار من سوريا. عمار، يا مرحبا بعمار، الله يحييك. عمار، الو. السلام عليكم. يا مرحبا عمار، حياك الله. كيف؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك يا شيخ. من فين؟ من فين يا حبيبي؟ انا من سوريا. انا من سوريا. يا مرحبا، الله يعزكم يا رب الاسلام، الله يعزكم بالاسلام. اللهم امين يا رب. جزاك الله خير يا شيخ على الدعوه الصالحه. الله يحفظكم وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله نراكم على خير وعلى كتاب والسنه باذن الله عز وجل. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين، ويجمعكم على الكتاب والسنة يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب عندنا سؤال، اسمع السؤال عشان تأخذ وتنال الجائزة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب تفضل. طبعا الأسئلة انتهت من عندي ولا أقدر أقراها، فهيكون سؤال هذه مرة ارتجالي، بس بإذن الله تكون جابتك صحيحة والسؤال صحيح. فالسؤال: من هو حواري رسول الله؟ شخص. نعم. شخص من الصحابة سمي بحواري رسول الله. هذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين كان يسمى حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. الزبير. الزبير، الزبير بن العوام. من العوام. نعم، إجابتك صحيحة. يا سلام عليك، ما شاء الله عليك، العيد عيدين ما شاء الله، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير، مبارك عليك الجائزة، مبارك، الله مبارك عليك العيد وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب. اللهم أمين يا رب، وإياكم يا رب العالمين. إن شاء الله تصل إليك بإذن الله عز وجل. انتظر معنا لأن يأخذون معلوماتك. طبعا الإجابة صحيحة، زوير بن عوام هو واحد المبشرين بالجنة، الذين بشرهم رسول الله بالجنة. ما شاء الله، ما شاء الله. طيب أعزائي المشاهدين، تأذلوا لنا نسأل، يوم عيد ونبغى نشرب قهوة. تفضل عبد المحسن، أعطينا القهوة، جزاكم الله خير. بعد الفاصل انتظرونا إن شاء الله عز وجل، نشرب القهوة ونرجع لكم بأفضل، والله يوفقنا وياكم، كل عام وانتم بخير، ومن العايدين. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد، يا عيد ما
ما رح عدت لي يا عيد من بعد عام يا عساك سعيد يا عيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد الله أكبر لا إله غيره والحمد لله لها ترديد والناس من فرح تهنئ بعضها ولباسها بالعيد صاح جديد صاموا وقاموا ثم زكوا ما لهم والعيد صلوا والد ووليد صاموا وقاموا ثم زكوا ما لهم والعيد صلوا والد ووليد يا عيد مرحى عدت لي يا عيد من بعد عام يا عساك سعيد يا عيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد ما كنت أحصي طيب مشهدهم هنا لكن ربي شاهد وشهيد يا عيد بعد صيامنا وقيامنا قد عدت بالبشرى فأنت بريد قد عدت تجبر قلب كل موحد بفراق شهر إي وربي فقيد قد عدت تجبر قلب كل موحد بفراق شهر إي وربي فقيد يا عيد مرحى عدت لي يا عيد من بعد عام يا عساك سعيد يا عيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد يا عيد أنت شعيرة بعقيدتي والله في نفسي لها تمجيد يا عيد طاب اليوم فيك نشيدنا ما غير يوم العيد طاب نشيد يا عيد طاب اليوم فيك نشيدنا ما غير يوم العيد طاب نشيد يا عيد مرحى عدت لي يا عيد من بعد عام يا عساك سعيد يا عيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد بشرى لنا هذا هلال العيد بشرى بعيد في البلاد سعيد عدنا إليكم مرة أخرى أعزائي المتابعين أهلا بكم مرة أخرى نريد نعيد ونذكر أن الجوائز 100 ريال لكل متسابق وأرقام التواصل حتظهر الحين تحت الشاشة ونرجع نرحب بأصدقائنا الموجودين نايف المسعود وعبد الرحمن الزهراني شرفونا في بعد الفاصل الأول فالسؤال الأول اللي هو في هذه الحلقة عند الشيخ إبراهيم حيقرأ لكم الآية وديكم السؤال فإن لم يصبها وابل فطل في مجلس العيد المبارك هذا وكل عام وانتم بخير نعيد ونكرر كل عام وانتم بخير ما هو الوابل وما هو الطل يا الله الله جل جلاله يقول فإن لم يصبها وابل فطل يقول لكم محمد ما معنى الوابل وما معنى الطل سبحان الله سؤال جميل وسهل طبعا الأمة قرأت القرآن في رمضان ما شاء الله وفسروا القرآن وتدبروا القرآن الآن يطلع الجواب أكيد مباشرة أمة القرآن نحن أمة قرآن الحمد لله رب العالمين نأخذ اتصال جديد ومين معنا السلام عليكم السلام عليكم أستاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيف حالك يا محمد الحمد لله بخير من فين من سوريا يا محمد من حمص ونعم ونعم أهلا وسهلا بك عرفت السؤال صح ولا لا إيش هو السؤال ما هو الوابل وما هو الطل الوابل مطر الغزير والحلوين الفطل مطر الخفيف الطل المطر الخفيف ممتاز إجابة صحيحة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك جواب صحيح مباشرة يعجبني المسلم سبحان الله المستحضر لكلام الله سبحانه وتعالى متدبر
يعني دائما نقرأ التفسير، دائما نقرأ القرآن، نعرف منه أحكامه، نعرف منه آدابه، نعرف محكمه من متشابهه. فالقرآن عظيم بين أيدينا، وكذلك جعلنا يعني هذا القرآن نور، الله سماه جل جلاله نور، أمة قرآن وأمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نايف، إيش بتسمعنا يا نايف؟ طبعا بسمعكم قصيدة، لكن قبل القصيدة أحب هني خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأحب هني الشعب السعودي خاصة والشعب وشعوب الإسلام كلها عامة، وكما أحب هني والدي ووالدتي وأقربائي، وأخص بالذكر معلمين اللي درسوني. جزاك الله خير، جزاك الله. أقبل العيد فأشرقت الدنا، وصباحه الحالم نور وسنا، حملت نسائم فجره إشراقة، أيقظت في النفس شوقا كامنا، فرحة تستوطن النفس ونور يلقي على الكون جمالا فاتنا. من بعد شهر الصوم، من بعد شهر الصوم والطاعة جاءت أيام عيد وانشراح وهنا، باجتماع الأهل، باجتماع الأهل والأحباب جاءت، باجتماع الأهل والأحباب زادت فرحة العيد بكم أحبابنا، هي فرحة في كل عام أقبلت، هي منحة وهدية من ربنا، فبنعمة الإسلام، فبنعمة الإسلام كنا إخوة، والكل في صف العبادة مذعنا، ندعوه، ندعوه أن يهدي ويقبل تائبا، ويجيب حاجتنا، ويصلح حالنا، واليوم هذا العيد عاد ببهجة، أنوارها انتشرت، أنوارها انتشرت، فأشرقت الدنا، جئنا نهنئكم، جئنا نهنئكم وننشر بسمة، شكرا لزاد استضافت جمعنا. الله ما شاء الله، الله ما شاء الله، الله أكبر. مجلس العيد، مجلس العيد، اللهم لك الحمد. ما أحلى العيد حينما يكون فيه يعني سماح وحب ووئام، هذا هو العيد. والله ما يذوق طعم العيد إلا من صفى هذا القلب من الحقد، من الغل، من القطيعة. العيد أن تعيد العلاقة، أنت عدتها في رمضان مع الله سبحانه وتعالى، عدتها مع القرآن، عدتها بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عدتها بالعلاقة مع والديك، مع مجتمعك. اليوم يوم العيد عيدها أيضا مع المجتمع، لا تقاطع أحد، سامح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نسمع من عبد الرحمن الزهراني الشيء الجميل. جزاك الله خير عبد الرحمن، تفضل. فرحة العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولقانا، كل عام ولقانا، مرتوي 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 بالوناسة. فرحة العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولقانا، كل عام ولقانا، مرتوي 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 بالوناسة. عاد يا أهل المحبة عيدنا اللي نحبه، عاد يا أهل المحبة عيدنا اللي نحبه، شوفوا لوح عذبه وانتوا أهل وناسه، وانتوا أهل وناسه. فرحة العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولقانا، كل عام ولقانا، مرتوي 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 بالوناسة. هذه فرحة من الله زانها النور والله، هذه فرحة من الله زانها النور والله، خلوا الهم يالله ينتهي من أساسه، ينتهي من أساسه.
فرحت العيد طابت والقلوب استطابت كل عام ولقانا كل عام ولقانا مرتوي 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 بالوناسة. ماشي. التهاني هدايا كل بسمة ثنايا التهاني هدايا كل بسمة ثنايا. يا سلام يا سلام يا سلام. مثل لمع ومرايا بين ماسة وماسة بين ماسة وماسة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ماجد من السعودية معنا، الله يحييك يا ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فين من السعودية؟ من جدة الله يحفظ. يا هلا بأهل جدة يا هلا. نعم كل عام وانت بخير طعم. وانت بخير وبعافية. أحييك وأحيي جميع ضيوفك صراحة، وأنا حقيقة حبيت أوجه لك شكر خاص الكوكب ما شاء الله تبارك الله الوجه المشرق يعني شبابنا إن شاء الله بإذن الله الصاعد. أنا أحييكم وأربط يعني حقيقة على الجهود اللي تبذلوها في سبيل أنكم تظهرون ما شاء الله تبارك الله شباب، والله العظيم يعني نسعد ونفرح تماما نشوفهم على الشاشات بمواد مفيدة ما شاء الله تبارك الله وبمواهب مميزة حقيقة. ما شاء الله. الله يزيدك. الله أن يحفظهم إن شاء الله ويبارك في جهودكم جميعا إن شاء الله. اللهم أمين اللهم أمين. شكر الله لك شكر الله لك. الله يجزاك. نديك السؤال يا أستاذ ماجد. إيه نعم مسلم. جاهز ولا ها؟ أها نحتاج. خليك جاهز. السؤال سهل. مسلم. وخليك من جوجل نبغى إجابة سريعة. ما عليك. ما يحتاج إن شاء الله. أهل جدة جاوبوا على طول ما شاء الله. طيب فيه. عندنا آية واحدة في القرآن فقط تنتهي بحرف الضاد، الضاء اللي هي أخت الصاد. لغة الضاد. آية واحدة فقط في القرآن تنتهي بحرف الضاد. تنتهي بحرف الضاء. حلوين. فكر. طيب أعطيني خيارات. طيب يعني. هي آية ما نقدر نديك خيارات. أعطيك الصورة. آية وحيدة في القرآن فقط. أي ولا الضالين تنتهي بحرف الضاد. تنتهي بحرف الضاد. فكر. تنتهي في حرف الضاد. والله أنا عموما يعني فوزي حقيقة إني شاركت يعني حقيقة مع طال عمرك ومع الكوكب اللي عندك اللي نفخر فيهم حقيقة يعني. تسلم تسلم عليك لنا الشرف والله. والله لنا الشرف في هذه الكلمه الطيبه. الله يسلم عمركم. لا لا الامانه يعني والله العظيم يعني حقيقه عيدتوا علينا بوجيه مشرقه ما شاء الله تبارك الله ومواهب متميزه. هذا الشيء بس بحد ذاته يعني محل تقدير واعجاب يعني للقناه والقائمين عليها. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يسلم عمرك ان شاء الله. بالله اوجه تحياتي للضيوف لا تنسى كلهم واحد فردا فرد. الله يحفظكم ان شاء الله. ابشر ابشر. حاضر حاضر. ابشر ابشر وكل عام وانتم بخير وجميع المملكه العربيه السعوديه بخير والعالم الاسلامي بخير وانت بصحه وسلامه. هل هي لو انه مثلا غش في جوجل صحيح انها سوره فصلت ولا ها شويه؟ لا قربت بس قربت. لا يا شيخ والله حتى جوجل ما ساعدنا معكم. أشكرك. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. صحيح جاوبت. خلاص جاوبت. صح ما شاء الله عليك. جزاك الله خير. ما شاء الله عليك. حياك الله وبياك يا مرحبا. انتظر معنا في السيستم كود عشان ياخذون معلوماتك عشان تاخذ الجائزة معنا بإذن الله. ما شاء الله. الآن مشاركة من الدكتور حمزة الخالدي من المغرب. ما شاء الله المغرب. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله يا دكتور. حياك الله. الله يسعدك ويبارك فيك. مرحبا بالمغرب كلها. الله يرحب فيك. واهلا وسهلا ومبارك العيد على أهل السعودية الحبايب. كل عام وانتم بخير. بارك فيك وعيدك مبارك يا رب. تقبل الله منا ومنكم. الشباب ودهم يسألوا أسئلة حقيقة. إحنا ما نعرف إلا القليل مننا قد يمكن سافر المغرب. بالنسبة لي ما قد سافرت المغرب ولكن أتشرف إن شاء الله. ودي أعرف إيش أول يوم إيش حتقدموا من أكلات للناس. كيف الأواصر الأخوة والمحبة. كيف الاجتماعات واللقاءات عندكم في أول يوم. نستفيد من هذا كثير إن شاء الله.
أولا نحمد الله على أن أعادنا على العيد وجعل طاعتنا بفضله وقبله تزيد وألبسنا بمنه فيه من الثوب الجديد وغمر قلوبنا بالفرحة والتزيد. اللهم احفظها نعمة وكافئنا بالمزيد. المغاربة زي كل الشعوب المسلمة الحمد لله يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحافظون عليها منذ القدم، فيبيتون العيد بالحمام وهذا يرجع إلى سنة الغسل للعيد كما هو في حديث ابن عباس، ثم يذهبون إلى المصلى صبيحة العيد، لا يصلون في مساجدهم كما هو أيضا ثابت في السنة، فيلبسون البياض ويخرجون إلى منطقة بعيدة على المدينة فيصلون مجتمعين في لباس غالبه البياض، وهذا موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم عندكم في حديث ابن عباس لبسوا من ثيابكم البياض صحيح. فيكون المشهد مهيبا، ويصف أحد علمائنا هذا المشهد قبل 500 سنة يقول قل هو هلال عيد أو هلال فطر، مشى فيه الناس كالحباب ولبسوا أفضل الثياب وبرزوا في مصلاهم من كل باب، السلام يكبرون رب الأرباب وإيمان في قلوبهم بدون ارتياب، ثم بعد الصلاة يتصافح الناس ويمشون على أقدامهم، وهنا عادة مغربية يا سلام. قد وردت في السنة أيضا لكن حافظ عليها المغاربة منذ المعتمد بن عباس أنهم مباشرة بعد عيد الفطر بعد الصلاة يخرجون المصلى إلى القبور، يعني يزورون موتاهم ويترحمون عليهم زين، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى صلة الأرحام في جو من البهجة والسرور، حيث يكتفي كل بيت ببخور فواح ومائدة صباح ونفوس رباح وجلسات ملاح كلها يا سلام ذكر لنعم الجليل الفتاح، وبعدها تأتي الجوائز المحبوبة عند الكل هي العيديات وهي على ثلاثة نوع عندنا في المغرب. العيديات عندنا عيدية الملوك والأمراء وعندنا عيدية الآباء وعندنا عيدية الأبناء. ما شاء الله. عيدية الملوك والأمراء هي كما قال ابن خاقان في قلائد العقيان عن محاسن العيديات عند المغاربة، قال العيديات عند المغاربة هي قصائد يقدمها الشعراء لأمرائهم وملوكهم يهنئونهم بيوم العيد، كما قال يعني ابن خفاجة وهو يعني يمدح ويبارك لأميره إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أمير شاطبة، يقول له هنئت عيدا قد تلقاك قادما ولم يكن لولا أن طلعت ليطلع وحسبك شعب قد أضلك خادما فما هو إلا أن تقول فيسمع. ثم تأتي يعني نهنئ ملوكنا وأمراءنا وندعو لهم بهذه المناسبة، نهنئ خادم الحرمين الشريفين ونبارك له العيد وولي عهده البطان، أنت الله يحفظهم ويبارك في مملكتنا العربية السعودية وأيضا مملكتنا المغربية بملكها وولي عهد محمد السادس والحسن حفظهم الله وبارك الله فيهما. الله يجزاك خير. اللهم إنما المؤمنون إخوة. جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور. حقيقة أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة المباركة. معنا أحمد من السودان. الآن سيسألك محمد غروي بسؤال وأجب يا أحمد جزاك الله خير. انقطع الاتصال أيضا، يبدو أنه الشبكة في السودان ما شاء الله مزحومة جدا. طيب حبايبي فاصل نأخذ دقائق، شربنا قبل شوية القهوة الآن الشاي، نشرب الشاي ونرجع لكم شان شاء. طيب شكرا لكم، انتظرونا دقائق ونرجع إن شاء الله بأفضل ما يكون، ولدينا الكثير كثير لكم وكل عام وأنتم بخير. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد، هذا هلال العيد هل مبشرا لبلادنا باليمن والبركات، بالعيد فرحتنا تطوف ربوعنا حتى تحيي الأوجه النضرات، هذه تهانينا تزف لأهلنا تسري لهم مع ألطف النسمات، يتمتع الأطفال فيه بلهوهم فرحين بالألعاب في الساحات، وتناولوا الحلوى اللذيذة والتي
صنعت لهم مع أطيب الأكلات. شكرا لك اللهم أن أفرحتنا ووهبتنا في العيد خير هبات. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. مرحبا وأهلا وسهلا، عدنا إليكم ما شاء الله. طبعا عيد الحمد لله، يقول عليه الصلاة والسلام إن ديننا فيه فسحة، الحمد لله، أكل وشرب وهدايا وحلويات وجوائز وإلى غير ذلك. نحبكم في الله جميعا، الله يوفقنا وإياكم. ما زلنا في هذا المجلس المبارك، مجلس العيد في هذه القناة المباركة قناة زاد، والآن نسمع السؤال مباشرة من محمد غروي ويجاوب علينا. حنقول لكم اسمه مين، تفضل يا أولا. عفوا جانا عبد المحسن اليوم، رجع عبد المحسن ما شاء الله عليه بسؤال يعني جديد، تفضل عبد المحسن. طبعا نتابع فقرة الأسئلة، والسؤال يقول: آية واحدة في القرآن الكريم تنتهي بحرف الحاء، فما هي؟ محي الدين من السودان، أهلا وسهلا ومرحبا بك، حياك الله. صحيح. مرحبا محي الدين من السودان. ألو. نعم مرحب شيخنا. من معانا لو سمحت؟ محي الدين معك شيخ. أهلا أهلا وسهلا محي الدين، من فين؟ من السودان، من الخرطوم، ما العاصمة ما شاء الله. طيب كل عام وانتم بخير يا أهل السودان جميعا. وانت بخير شيخنا يا فاضل، وانت بخير شيخنا. أعطينا اليوم ما شاء الله، أعرف أنه ما شاء الله السودان أواصر المحبة والأخوة والاجتماع عندهم شيء ما شاء الله، يحضرون ما شاء الله مناسبات حتى لو كان ملكة في المسجد تعلن. أعرف ثقافة جيدة عن السودان، وليتنا نستفيد اليوم في العيد ما شاء الله. إيش اللي شاهدته من معايدات ومحبة وألفة وأخوة بين المسلمين؟ نحمد الله عز وجل يعني في يوم العيد، يعني يوم لا يتكرر معنا إلا مرتين في العام، يتلاقى فيه يعني جميع الناس، الأهل والأحباب والأصدقاء، من كانت يعني معه خصومة، سبحان الله في هذا اليوم يعني ترى الدموع تنحمر. الله أكبر. محبة وألفة ورجوعا، يعني فتنهدم كل العداوات وكل المشاحنات وكل الضغائن بين الأهل أو بين الأصدقاء في مشهد مهيب. ترى كل الأجناس سبحان الله، يعني هذا السوداني وغير السوداني في مشهد ما يدري إلا في الإسلام. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله أكبر. سبحان الله، لا تجده إلا في دين الإسلام، ومن تشبع في روح الأخوة الإسلامية. فنسأل الله عز وجل أن يديم هذه الأخوة والمحبة بين المسلمين. آمين آمين آمين. طيب الأكلة اليوم قدمتموها ما شاء الله، عندكم أكلة معروفة تقدم في أول يوم في السودان، في أول يوم في العيد في السودان، ما هي الأكلة اليوم قدمتموها ما شاء الله؟ أي نعم، هي الفطيرة المشهورة في السودان ما شاء الله، هذه في أول العيد تقدم. ما شاء الله. طيب هنيئا لكم. نسمع السؤال الآن، تسمع السؤال من عبد المحسن وخليك جاهز للجواب. طيب يلا. نكرر السؤال. آية واحدة في القرآن الكريم تنتهي بحرف الحاء. آية تنتهي بحرف الحاء. نعم، فما هي؟ القرآن الكريم. ما في خيارات في السؤال، السورة أو الجزء؟ بصراحة لا يوجد خيارات، وليس لدي خيارات. ما شاء الله عليك يا محي الدين. في سؤال، تحفظ القرآن؟ نعم. أيوه. تحفظ القرآن ما شاء الله عليك. جدا إذا جاء نصر الله والفتح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جزاك الله خير، جزاك الله. هذه الصورة آخر صورة نزلت في القرآن صحيح؟ هذا سؤال ثاني. نعم ما دام جاوبت على سؤالين إذن الجائزة تستاهلها وتستحقها ما شاء الله عليك، مبروك عليك يا محي.
طيب نطرح سؤال ثاني الآن، وتفضل عبد المحسن سؤال ثاني بالله عليك. ما الأيام المعدودات وما الأيام المعلومات؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك أيام معدودات وهناك أيام معلومات. يا ناصر، ناصر صالح من السعودية، حياك الله. الله يحييك. من فين يا ناصر؟ هلا، من فين أنت؟ من السعودية. ما شاء الله. أنا مكرم، من فين بالضبط من السعودية؟ من جدة. ماني سامع. من جدة. من جدة ما شاء الله. من أي حي من جدة؟ حي النهضة. ما شاء الله عليك. كيف العيد اليوم عندكم أول يوم؟ الحمد لله. لا والله جميل ورائع واستمتعنا كثير اليوم. طيب في سؤال، في سؤال مهم جدا، أخذت عيدية اليوم؟ شوية. كم وصل، كم وصل إلى اليوم عشان إيش نحمس جيرانك والأحباب يزيدوا يزيدوك في العيدية؟ أخذت من جدي. ما شاء الله، كم أخذت؟ 300. ما شاء الله، هذه تكفي خلاص، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك ويحفظك. اسمع السؤال يا ناصر، سمعته؟ عيد السؤال لو سمحت. طيب الآن يجيك السؤال، هاي اسمع السؤال. جاهز السؤال يا ناصر؟ أيوة جاهز. يقول السؤال: ما الأيام المعدودات وما الأيام المعلومات؟ أيام معدودات وأيام معلومات، فما هي؟ أيام معدودات وأيام معلومات. نعم. أياما معدودات، وهناك يذكر الله في أيام معلومات. الأيام المعدودات هي أيوة. أيام التشريق. وهي أيام إيش؟ المعلومات المعدودات أيام أيوة. التشريق. نعم. والمعلومات، والمعلومات والمعلومات. أما أيام المعلومات العشر. يعني عشر قصتك في الحج؟ عشر من ذي الحجة؟ صح؟ عشر ذي الحجة يعني؟ أيوة. ما شاء الله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، جاوبت صحيح وتستاهل الجائزة. يعطيك العافية. تستاهل تستاهل. طيب تبغى تسمع الآن شيء جديد؟ وش؟ هيا نقطع الخط وبس اسمع عن طريق الشاشة، سيسمعك حمزة الجديد والجديد. وكل عام وانتم بخير ومن العايدين ان شاء الله. طيب صح بسم الله. صح. وفق الله والتقينا بعد غيبتكم علينا، قربكم دايم نودا، يوم ناديت وسرينا، يوم ناديت وسرينا، ذكر العشرة يلبي داعي الشوق، ذاكر العشرة يلبي داعي الشوق. لا تقولوا وين كنا واكتفوا بالعذر منا، لا تقولوا وين كنا واكتفوا بالعذر منا، التقينا وما علينا ربنا يشهد علينا، التقينا وما علينا ربنا يشهد علينا، ذاكر العشرة يلبي داعي الشوق، ذاكر العشرة يلبي داعي الشوق. يا حضورا في الحنايا حبكم أغلى منايا، يا حضورا في الحنايا حبكم أغلى منايا، كان نورا كان آيا، فالمقام اليوم سعد، كان نورا كان آيا، فالمقام اليوم سعد، ذاكر العشرة يلبي داعي الشوق، ذاكر العشرة يلبي داعي الشوق. ما شاء الله ما شاء الله. كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية جميعها بخير وعز وتمكين وسلام وأمان وإيمان. مرحبا بالأخت ريم من الإمارات، حياك الله. مرحبين. حياك الله، حياك، حيا الله أهل الإمارات كلهم. الله يحييك. كيف العيد في الإمارات؟ أعطينا أجواء العيد.
والعادات والتقاليد الجميلة في الإمارات. الأجواء حلوة لأن أول يوم اجتمع في الأهل. ما شاء الله. وطيب عندكم زي ما ذكر قبل شوي المتصل إنه في عيديات وفي حلويات وفي أشياء تقدم للناس، اذكري لنا هذه يا أخت ريم بالله. العيديات بالضبط. ارفعي صوتك لو تكرمتي واسمعينا مباشرة يعني من التلفاز، أكسر التلفاز ومباشرة من الهاتف عشان يتضح الصوت عندنا. العيدية تكون بإذاء فلوس مبلغ غدي. ما شاء الله مغلفة معلبة على شكل هدية. وإيش فيها ما شاء الله؟ حلويات. حلويات. مبلغ بسيط من المال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب طيب يا ريم، في سؤال الآن جاهزة جاوبي عليه؟ إيه إن شاء الله. تفضلي. حيسمع كلام عبد المحسن السؤال، تفضل عبد المحسن سمع السؤال. طبعا يقول السؤال: ما الصور التي بدأت في القرآن التي بدأت بالحمد لله في القرآن الكريم؟ في صور طبعا الحمد لله نحن أمة قرآن وختمنا القرآن الآن في رمضان الحمد لله، ونجدد العهد بالقرآن وحياتنا كلها حياة قرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عنه عائشة رضي الله عنها كيف كان عليه الصلاة والسلام، قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. سبحان الله، القرآن يعلمنا الآداب، الأخلاق، العفو، السماح، العبادات لله وحده لا شريك له، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل سلوكه عليه الصلاة والسلام التي كلها خير ورحمة للأمة عامة. بدأت الصور في هذا القرآن بالحمد. أول صورة نعطيك إياها الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، وسورة الكهف الثانية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يلا جاوبي على الباقي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات. ما شاء الله ما شاء الله. سورة سبع: والحمد لله الذي له في السماوات وله الحمد في الآخرة. ما شاء الله عليك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتي أحسنتي، وتستاهل الجائزة. أعطي الإخوة في الكنترول معلوماتك، وكل عام أنتم بخير ومن العايدين أهل الإمارات كلكم. طيب نسمع القصيد الآن، ومن حبيبنا نايف قصيدة جميلة سيلقيها علينا. كل عام وأنتم بخير. بنسائم الأفراح زاد الكون نورا، ألقت على الدنيا جمالا وعبيرا، بشرت من العيد من صام وصلى، يرجو من الرحمن إحسانا كبيرا. من عاش دنياه من عاش دنياه مطيعا عابدا، أشرقت أخراه عيدا وحبورا. الله أكبر. يا فرحة العيد عودي وانشري الأمل، جل من بالعيد قد اختصنا وعلا، وبنعمة الإسلام فضلنا على من ضل في دنياه لا يرجو سواها بدلا. ما أجمل الأيام والطاعات تغمرها، زانت لمن فاز وقد أحسن فيها عملا. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله، ما أعظم هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به. اللهم لك الحمد، أخرجنا من الظلمات إلى النور، نور سبحان الله العظيم نمشي به في الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك من فضلك يا عظيم. ركان ماهر من السعودية، حياك الله يا ركان. وحييك، كيف الحال؟ طيبين؟ يا أهلا وسهلا. من فين يا ركان؟ من أي حي ومن أي مدينة؟ حي الصفا. من جدة ما شاء الله. جدة. يا أهلا وسهلا، حياك الله يا ركان. وحييك. جاهز الجواب؟ جاهز إن شاء الله. معلوماتك الإثرائية كلها موجودة؟ معلومات الإثرائية الحمد لله تمام. يا سلام عليك. وكيف العيد معك؟ تمام الحمد لله. كيف أول يوم بالله عليك؟ والله حلو، فيه يعني هدايا وعيديات. يا سلام يا سلام، مين أهدى لك هدية أول شيء؟ عمي. يا تستاهل والله تستاهل.
وايضا احنا نهدي لك هديه كمان. تدري ايش هي؟ ايش هي؟ حتاخذ الجائزه من غير سؤال. الله يعطيك العافيه. حتاخذ الجائزه من غير سؤال. كل عام وانت بخير والامه الاسلاميه كلها بخير. بارك الله لك. نسمع الان نشيد قصير من حبيبنا حمزه وثم نرجع الى الاسئله. بارك الله فيكم. كل ما ذكرتك إلهي إن نفسي تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. كل ما ذكرتك إلهي إن نفسي تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. يا ربي أرجو ثوابك أخاف أخشى عذابك، يا ربي أرجو ثوابك أخاف أخشى عذابك. يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم، يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم. تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين، تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين. كل ما ذكرتك إلهي إن نفسي تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. كل ما ذكرتك إلهي إن نفسي تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام. يا ربي أرجو ثوابك أخاف أخشى عذابك، يا ربي أرجو ثوابك أخاف أخشى عذابك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. لله عتقاء من النار في رمضان وذلك في كل ليلة. أسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار أجمعين، وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. أعطونا دقائق. الآن جاءت حلاوة ما شاء الله، جابوا لنا حلاوة فقالوا حلاوة العيد، ناكل حلاوة ونرجع لكم، انتظرونا. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود. بشر التهاني قد أنار وجوهكم، ولكم أزف قصيدتي ونشيدي. فكبارنا يتزاورون تواصلا، ما بينهم وصلا بغير بريدي. وصغارنا يلهون هذا يومهم فرحا بعيدهم وكل جديد. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد. حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود. بأكفهم حلوى تطيب لآكل، يشدون مثل الطير بالتغريد. يا عيد عيد الفطر زرت منورا، طاب التهاني أمة التوحيد. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد.
حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود سعادة عظمى بغير حدود بشرى لنا هذا هلال العيد بشرى بعيد في البلاد سعيد. نعود إليكم وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. الحمد لله انتهى رمضان اللهم لك الحمد وبدأ العيد بفرحة وسرور، لكن العمر كله عبادة لله عز وجل، مثل ما أننا وفقنا بفضل الله عز وجل في رمضان بالقيام وبالصيام وبالصدقة وببر بإحسان بسماح بعفو بحب ووئام وقراءة قرآن وتدبر، كذلك العمر كله ينبغي علينا أن نلتزم بهذا الدين ونتمسك فيه، لأن فيه عزنا ونصرنا وحبنا، فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه، إذا سألنا الله عز وجل سيثبتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل دعاءه عليه الصلاة والسلام غالبا أكثر ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تثبت على الصلاة، راح تثبت على القرآن، راح تثبت على السنة، راح تثبت على الصدقة، راح تثبت على العفو والإصلاح، كل خير ستوفق فيه إذا سألت الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الثبات. وأوصيكم ببر الوالدين، صلة الرحم، أوصيكم بالحب، بالتسامح، بالعفو. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا العيد أزمنة مديدة ونحن في طاعة وبر وخير وأمن وأمان في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية في ظل حكومتها الرشيدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة في الدنيا والآخرة. طيب، فاطمة من الجزائر، حياك الله يا فاطمة. حياك الله، حياكم الله جميعاً. يا مرحباً، أعطينا يا أخت فاطمة الطبائع والعادات الجميلة التي في الجزائر، العيد وطقوس العيد ويعني أشياء قد لا نعرفها في العيد، إيش صاير عندكم؟ يعني إحنا من صلاة الفجر إحنا نجهز نفسنا لصلاة العيد، يخرج الرجال والنساء أدي صلاة العيد ونحضر يوم الجائزة كما يقال. الله أكبر. يا رب. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله يتقبل ربي منا إن شاء الله يا رب. يتقبل رمضان. يتقبل الصيام والقيام إن شاء الله. آمين آمين آمين. سبحان الله. سؤال فاطمة. نعم. إن شاء الله. أكيد. ما هي أطول كلمة في القرآن الكريم؟ تتكون من 11 حرف. أطول كلمة. في القرآن الكريم. مو آية، أطول كلمة تتكون من 11 حرف. طبعا هي اشتقاق. بالضبط. نسيت وقلت أكثر عندي علم بيانتي. هي اشتقاق. هي اشتقاق زي ما ذكر. أول حرف منها نديك. نعم أعطيني أول حرف. أول حرف. حرف الفاء. الفاء. الباء. حرف الباء. فاء. الفاء. الفاء. فاء. باسمك أنت فاطمة وهي فاء. ذكرتينا بفاطمة رضي الله عنها. الله يرضى عنهم جميعا إن شاء الله. صح. النساء أتباع صح. فاطمة. النساء كلهن أتباع فاطمة وعائشة رضي الله عنهن. رضي الله عنهم نعم. والصحبيات أجمعين رضي الله عنهن. آمين يا رب العالمين آمين. فأثخنتموه لا. صح. نعم. أثخنتموه. لا. لا لا. الكلمة من السقية. من السوق. ذاك الرجال كمان ما شاء الله. ف ف الكلمة من السقية. مينا اشتقاق. اشتقاق. اشتقاق من السقية يبدأ بالفاء. أسقيناكموه. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. صحيح ما شاء الله عليك. مبارك مبارك. وفي سؤال ثاني الآن راح نسمعه، تفضل يا محمد أعطينا سؤال ثاني. نفس المتصل. لا 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 عفوا يا أخت فاطمة، مبروك عليك ترى فزتي ما شاء الله عليك، خلاص تستاهل. أعطي الأخوة معلوماتك وأبشري. سؤال ثاني للجمهور. سؤال ثاني تفضل محمد.
يوجد عدة أنهار طبعا في الكون، لكن في أنهار ذكرت في القرآن الكريم وليس بها ماء. أنهار ذكرت في القرآن الكريم وليس بها ماء. طبعا نذكر مستمعين أرقام التواصل موجودة تحت الشاشة، ولكل متصل جائزة 100 ريال. طبعا زي ما انتم شايفين ما في متصل يخرج من عندنا زعلان. عيدنا زي ما قلنا في زاد، عيدنا عيدين، كلنا فايزين بإذن الله. نعم دينا نعم. كذا قصة طيب. عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد يا شيخ بايه. اللهم صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس على التسامح والعفو وعلى التمسك بالدين هذا العظيم الذي يعني جاءنا لنكون عظماء في الدنيا والآخرة. فالله الله بالتمسك بنهج القرآن والسنة على الوسطية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام تركتكم. طيب عمر من الأردن، عمر من الأردن حياك الله يا عمر. أهلا بكم، حياكم الله. ارفع الله صوتك حيات. يا عمر خلينا نسمعك. أبشر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوتك واطي، لو ترفع الصوت شوية ودي أسمعك. أطفى التلفزيون يا شيخ عمر، صوت منخفض. اسمعنا من الهاتف، لا تسمعنا من التلفزيون. أنا من الهاتف يا شيخ، ما عندي. أيوة أيوة كذا الصوت واضح. طيب من فين؟ من الأردن. أنا في إربد. من إربد ما شاء الله. نعم. من أم قيس ولا بيت راس ولا من فين؟ أنا أعرف الأردن جيد. نعم. وأعرف أيضا كثير دول الحمد لله سافرنا وتمتعنا في الدول الإسلامية، دول مباركة. ما شاء الله ما شاء الله، حياكم الله. هذه بلدكم الثانية يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، كيف فيك. كيف كل الإسلام بلدنا الثاني، اللهم لك الحمد. الله يجمعنا على الدين وعلى المحبة وعلى الأخوة وعلى العز والتمكين. آمين آمين، بارك الله فيك. عمر أعطينا اليوم. ما شاء الله ما شاء الله، إيش صار في العيد؟ أهل الأردن كيف عاشوا العيد اليوم؟ ما شاء الله اليوم أجواء مبهجة جدا جدا، اللهم لك الحمد. فكرة المصليات في الأردن عندنا انتشرت في كل منطقة، تغلق المساجد ويكون هذه تكون مصليات، لأن من قبل ما كان في مصليات إلا قليلة، الآن مصليات منتشرة جدا، يجتمع جميع الناس الذكور والإناث. وإضافة جديدة عندنا في بعض المصليات يجعلوا قسم للترفيه أطفال بعد صلاة العيد. ما شاء الله ما شاء الله، تعطي بهجة جميلة جدا لأطفالنا ولبناتنا الصغار، اللهم لك الحمد. الله ما شاء الله. طبعا سنة الرسول في صلاة العيد أن يصلي في مصليات ليس مساجد. نعم مصليات، لكن إذا ضاقت المصليات يفتح على المساجد، هي سنة. طيب جاهز للسؤال؟ أيوة نعم يلا بسم الله. بسم الله ما نبغى توتر واحنا حنساعدك. طيب حلوين يستاهل الأردن كل خير، يستاهل كل خير هالأردن بلدنا الثاني. الله يحفظكم حبيبي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. في أنهار ذكرت في القرآن الكريم ليس بها ماء. في القرآن الكريم نعم. ذكرت بس مو شرط تكون في الحياة الدنيا. ها قربت لك. نعم يعني ممكن تكون في الآخرة في الجنة. أنهار من لبن وأنهار من خمر. يا سلام يا سلام عليك. أخ عمر عندي سؤال عليك. عندي سؤال ممتاز. تفضل يا شيخ. تحفظ القرآن؟ الحمد لله نحفظ منه ما تيسر، اللهم لك الحمد. ما شاء الله عليك. وأخوانك عندك أخوان؟ اي نعم عندي بفضل الله 12 اخ واخت يحفظون كتاب الله. كم عددهم؟ 12 اللهم لك الحمد. 12 اخ ما شاء الله. 12 نعم كلهم يحفظون القران ما شاء الله، كلهم يحفظون كتاب الله مع التمكين، ومنهم من يحفظ البخاري ومسلم. يعني اللهم لك الحمد توجد برامج، يعني نسال الله القبول والاخلاص. ما شاء الله يعني البيت كله يحفظ القران، اللهم لك الحمد. والله نعم. نعمه عظيمه ما شاء الله ما شاء الله الله يكثر. حفظ القرآن قبل أسبوعين، عمره 11 سنة اسمه عبد العزيز. ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله. طيب أخوك إيش اسمه الصغير آخر واحد؟ أيوة اللي ختم القرآن عبد العزيز. عبد العزيز قل له لك جائزة يا عبد العزيز. أبشر لك جائزة يا عبد العزيز، كونه ختم القرآن فهذا شيء عظيم، اللهم لك الحمد. استاهلوا الآن، جبت أنت لك جائزة ولأخيك عبد العزيز كذلك جائزة، اللهم لك الحمد. جزاكم الله خير، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، الله يحفظكم. خليك معاهم عشان ياخذون معلوماتك وتستلم الجائزه.
جزاك الله خير. طيب نسمع الآن ختامية من عبد الرحمن، قصيدة أو شعر، تفضل عبد الرحمن، أو نشيد. طيب عبد الرحمن يقول الوقت انتهى، المخرج يقول الوقت انتهى، ولكن قبل أن ينتهي الوقت أنا أحب أشكركم جميعا أيها المشاهدين على المتابعة. يعني حقيقة الحلقة جلسة عيد وليست فيها تكلف ولا أي يعني اصطناع، هي جاءت بعفويتها هكذا، يعني سبحان الله ترتيب سريع، وقلنا نشارك المسلمين أجمعين بهذه الفرحة العظيمة، فرحة العيد. جاء معي إخواني بل أبنائي الحمد لله رب العالمين وطلابي الله يحفظهم أجمعين، وهم ما شاء الله عز وجل من أيضا طلاب القرآن الكريم في جدة، جزاهم الله خير، عبد المحسن الصعيدي، عبد الرحمن الزهراني، محمد غروي، حمزة مزجاجي، ونايف المسعود. أشكرهم والله جزاهم الله خير على هذه المشاركة الطيبة اللي أمتعوا فيها جميع المشاركين أو المشاهدين. ونشكر قناة زاد برضه على الاستضافة الجميلة هذه، وعاد عيدكم زي ما يقولون وكل عام وانتم بخير، وأيضا المتابعين اللي شاركونا بالإجابات نشكركم برضو على المشاركة. نختم بآية عظيمة حتى نتذكرها دائما، وأود أن نحفظها، فهي نهاية سورة آل عمران، تذكرنا دائما بالثبات على الدين، بالثبات على الدين والصبر على هذا الدين. هذا الدين يحتاج صبر، يعني سبحان الله الطاعة، إقامة الطاعة تحتاج صبر، البعد عن الحرام يحتاج صبر، أقدار الله عز وجل تحتاج صبر. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة التي تحثنا على الصبر وعلى الثبات على هذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله الفلاح لجميع المسلمين، كل عام وانتم بخير. أعيد وأكرر وأقول من العايدين يا جميع المسلمين، أسأل الله أن يعيد علينا جميعا بغفران ورحمة وبركة وخير ورزق، أسأل الله أن يعيد علينا بعز وتمكين في كل مكان للإسلام والمسلمين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وإن حصل تقصير فاعذرونا، هي مشاركة لكم ومعايدة لكم، وهذا مجلس عيد. أشكر عبد المحسن صعيدي، أشكر عبد الرحمن الزهراني، أشكر محمد غروي، أشكر حمزة مزياجي، أشكر جميع من شارك معنا، نايف المسعود الشاعر، أشكر جميع المشاركين اللي اتصلوا علينا وفازوا بالجائزة، أقول لهم جزاكم الله خير على المشاركة، بارك الله فيكم. شكرا لمن لم يعني يحالفه الحظ بالاتصال أو انقطع الاتصال، فالمهم أننا تعايدنا وعايدنا عليكم في هذه القناة المباركة قناة زاد. أسأل الله أن يزيدنا من الخير، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. الآن انظروا إلى الشاشة، أسماء الفائزين على الشاشة الآن في مسابقة هدى وبينات الذي مضى. انظروا إلى الأسماء التي ستظهر معكم الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات، كان سؤال الجزء 29، قال الله تعالى والرجز فاهجر. ما معنى الرجز؟ معنى الرجز الأوثان، وقيل المآثم والمعاصي. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت أميرة يحيى الرواجفة من السعودية. بشرى لنا هذا هلال العيد، بشرى بعيد في البلاد سعيد، حياكم الله الكريم وعمكم بسعادة عظمى بغير حدود، بسعادة عظمى.